بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عقيل الماجد من مملكة البحرين. طبعا سعيد جدا كوني ضيف في هذا المهرجان الجميل، وأشهد عودة المهرجان العماني بعد انقطاع طويل. أتمنى كل التوفيق أكيد لإدارة المهرجان متمثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وجميع العمانية للمسرح والفنون وجميع الفنانين العمانيين اللي يشهدون هذه التظاهرة الجميلة وهذا العرس المسرحي الرائع. طبعا في نسخة الثمانية احنا نتمنى دائما للمسرح العماني انه يرتقي بالاعمال المسرحيه اللي يقدمها، وتكون الاعمال المسرحيه ذات طابع عماني جميل مثل ما عودونا في جميع المهرجانات والمشاركات اللي نشوفهم فيها، وان شاء الله دائما من افضل لافضل. وطبعا انا كون وجودي اليوم هنا ضيف في هذا المهرجان، اتمنى ان شاء الله يكون في منفعه متبادله بيننا وبين الفنانين العمانيين وبيننا وبين هذا المسرح الجميل اللي دائما نطمح ان احنا نكون قريبين منه. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله دائما المسرح العماني بخير.